أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط رفع عدد من التجاوزات على الأنابيب النفطية في بغداد والمحافظات، كما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين. وقالت الوزارة في بيان لها إن شركة خطوط الأنابيب قامت بتنفيذ حملة شاملة لرفع التجاوزات عن 5 مواقع على الأنبوب الناقل للمنتجات النفطية في محافظات بغداد وذي قار وواسط والقادسية والمثنى. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 27 حاوية في ميناء أم قصر الشمالي تسببت بهدر في المال العام. وبحسب بيان للهيئة فإن الحاويات ضمت الآلاف من أجهزة التبريد والأجهزة المنزلية صينية المنشأ، مشيرة إلى أن الحاويات ضبطت لوجود تلاعب بالمعاملة الجمركية مع وجود فرق في الرسم الجمركي والضريبي. أعلنت مصادر إيرانية رسمية البدء بدراسة تأسيس مصرف مشترك بين إيران والعراق وسوريا. وقال المسؤول في المؤسسة سعيد محمد إن هدف المصرف المشترك هو إقامة علاقات مالية بين المصارف المركزية في إيران والعراق وسوريا. قالت مصادر مطلعة إنه تقرر استضافة وزراء الزراعة والتجارة والمالية في اللجنة المالية بشأن عدم تسديد مستحقات الفلاحين. وأوضحت المصادر أن الاستضافة ستكون في جلسة البرلمان 16 من فصله التشريعي الثاني برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي لمناقشة عدم تسديد المستحقات المتأخرة للفلاحين. فرضت الحكومة في بغداد تعرفة جمركية جديدة على نحو 150 سلعة مستوردة إلى العراق، وبدأت المنافذ الحدودية في كردستان العراق العمل بالتعرفة الجديدة بحسب الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ما أدى إلى تراجع استيراد كثير منها. من جهته قال مدير منفذ برويز خان الحدودي علي توفيق إن من بين السلع المفروض عليها تعرفة جمركية جديدة هي مادة الإسمنت، مؤكدا عدم دخول الإسمنت إلى كردستان العراق من إيران منذ الأول من أيار الحالي. إلى أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.